reproductive physiology، رح نحكي اليوم عن sexual differentiation and puberty. طبعا في هون تداخل كثير مع الهيستولوجي، ورح تاخذوا كمان كلينيكال اي ثينك مع الدكتوره سهى، فادرسوا هاي المحاضرات كلهم مع بعض يعني مشان تقدر تفهموهم اكثر. تمام. طيب هلا احنا بنحكي عن السيكشوال ديفرنشيشن، اللي هو انه انا ذا ديفلوبمنت اوف ذا جونيدز انترنال جينيتال تراكت اند ذا اكسترنال جينيتال تراكت، يعني تتكون انا الاعضاء عندي انا التناسليه عند الذكاء الميلز او الفيميلز، هاي تعرف السيكشوال ديفرنشيشن، عشان كل واحد يكون له ايش الجندر تبعه ميل اور فيميل، هاي تعرف السيكشوال ديفرنشيشن. طيب اذا بتطلعوا على هذا السكيم الميل شو الجينيتك كومبوزيشن تبعه؟ اكس واي. هاي الاكس واي يعني انا في عنده رح تؤدي انه عندي انا جينيتك، خلينا نحكي يعني مارك له خاصه فيه، رح تؤدي الديفلوبمنت للتستس. التستس تتكون من تو تايب اوف سيلز، ليدج سيلز وسيرتولي سيلز. الليدج سيلز شو بتعطيني؟ التستوستيرون، والسيرتولي سيلز تعطيني الانتي موليريان هرمون. الانتي موليريان هرمون مع التستوستيرون they will complete the development of male gonads. male gonads. الفيميل شو الجينيتك كومبوزيشن تبعها؟ XX. يعني هذا رح يؤدي انه هاي خاصية لها، سبيشال كاركترستيك لها من ناحية الجينيتكس، رح تعطيني ديفلوبمنت للأوفريز. هلا الأوفريز ما بتعطي لا تستوستيرون ولا أنتي موليريان هرمون، فبالتالي I will shift and direct the differentiation of the gonads إن يكون عندي أنا female gonads. تمام؟ يعني الميل مشان يصير عندي أنا الجونيتس تبعته تتكون لازم يكون عندي تستوستيرون وانتي موليريان هرمون. شو الانتي موليريان هرمون؟ الانتي موليريان هرمون هو الهرمون المسؤول عن السبريشن للموليريان دكت. الموليريان دكت هي الدكت او اللي خلينا نحكي بريكيرسر للفيميل جونيدز، للفيميل جونيدز. فلما بعطي انتي موليريان اي ويل سبريس، بعمل فيها شرينكج، بمحيها زي كاني، فا اي ويل دايركت ذا ديفرنشيشن توورد ميل جونيدز. واضحة؟ لما يكون عندي انتي ما في عندي تستوستيرون ولا انتي موليريان شو بصير انا؟ I will support and shift the development toward female gonads. واضحة؟ هذا يعني انه فيش عندي انتي موليريان هرمون بالفيميل، يعني الفيميل خلص صار ديفلوبمنت الجونادز ما فيها عندها انتي موليريان هرمون. The answer is yes. في عندها انتي موليريان هرمون الليفل بسيط، وهذا الهرمون بيكون مسؤول عن المينتيننس للاوفيريان ريزرفوار او ريزيرف. شو يعني الاوفيريان ريزيرف؟ يعني المينتيننس للنمبر او الاديكويت نمبر اوف فوليكلز ذات ار ريدي فور اوفيوليشن اند فيرتلايزيشن. فالانتي موليريان هرمون موجود له ليفل معين في الفيميل، لكن الفانكشن تبعه بيكون ليتر اون افتر بيبرتي. شو الفانكشن تبعه؟ تو مينتين ذا ovarian reserve اللي هو البويضات المسؤوله راح استخدمها في الاوفيوليشن اند فيرتلايزيشن. واضحه؟ طيب اذا انا في عندي 3 ليفلز تحدد لي ان انا هذا ميل او هذا راح يكون عندي انا فيميل. اول ليفل شو هو؟ بسموه هذا جينيتك 6 اللي هو بيكون انا عندي كل جندر له سبيشال كروموسوم ست له، الميل اكس واي والفيميل اكس اكس. هلا عندي انا during the first 5 week of gestation انا بيكون عندي الجونيدز بيكونوا indifferent and bipotential. شو يعني indifferent and bipotential؟ I cannot differentiate them. و bipotential شو يعني bipotential؟ They have the tendency to be developed into either male and female. هاي بسموها bipotential. طيب هلا الجستيشن ويك 7 اذا الشخص هو اكس واي ذس بصير عندي انا هذا عندي انا السكس ديتيرمينينج ريجن اوف واي كروموسوم بسموه اس ار واي جين، ات ويل ستارت شيفت ذا ديفلوبمنت اوف جونيدز انتو ايش؟ تستس. هاي الجستيشن ويك قديش؟ 7. هلا الجستيشن ويك 9 اذا كان الجينيتك كومبوزيشن لهذا البيبي اكس اكس بصير انا عندي ستارت، ما في عندي يعني واي، ما في عندي الانفلونس تبع واي كروموسوم، شو بصير انا عندي ستارت ذا ديفلوبمنت اوف ايش؟ عندي انا اللي هو الاوفريز، تبون
الفيميل. واضح؟ فاذا انا عندي اذا اول خطوه تدرمن ذا سكس او ذا جندر اللي هي ايش؟ الجينيتك كومبوزيشن، اول بارت الجينيتك كومبوزيشن. طيب الليفل الثاني بعد الجينيتك كومبوزيشن بسموها ذا جونيدال اكسس، ذا جونيدال اكسس. هون انا بصير عندي اللي هو ديفايند باي ذا بريزنس اوف differentiated gonads. بيكون انا عندي في الميلز بصير عندي تستس، وبالفيميلز بصير عندي ايش؟ اوفريز. وبعتمد بالاصل على ايش؟ على اول ليفل اللي هو شو هو؟ الجينيتك ليفل. الجينيتك ليفل. طيب هلا اذا تستس اللي هي ذا ميل جونادز تتكون من 3 سيل تايبس، الجيرم سيلز اللي مسؤوله عن السبرماتوجونيا، وعندي السيرتول سيلز مسؤوله عن تصنيع ايش؟ اي هرمون؟ انتي مولاريان هرمون، وليدج سيلز المسؤولين عن تصنيع ايش؟ التستس تيرون. هذول تو هرمونز قلنا they will support the development of the internal and external gonads بالميل، صح ولا مش صح؟ صح. طيب الاوفريز بالفيميل تتكون كمان من different، عندي انا 3 cell layers. اول layer اللي هي الجيرم سيلز المسؤوله عن الاوغونيا، وعندي طبعا الاوغونيا انتم اخذتوا بالهيستولوجي شو خصائصها؟ بتكون ايش دائما ارستد باي فيز؟ بتكون ارستد ب برو فيز 1، بعدين ميتا فيز 2، انتل وات؟ انتل اوفيوليشن. اوفيوليشن في عندي انا هرمونات تتدخل تعمل ماتوريشن بتكون لي ايش؟ دوميننت فوليكل، راح تطلع اذا كان في عندي سبيرمز ات ويل بي فيرتلايزد، صح ولا لا؟ اللاير الثانيه اللي هي جرانيولوزا سيلز المسؤوله عن سنتسيز للاستراديول، رح ناخذهم ان شاء الله بالمحاضره الجايه كيف بصير عندي سنتسيز، والثيكا سيلز المسؤوله عن سنتسيز لبروجستيرون اند ذا استراديول. يعني الفيميل ما عندها لا تستوستيرون ولا انتي مولاريان هرمون، لكن عندها هذول الهرمونات they will shift and complete the development of other internal genitals and external genitals بالفيميل. طيب هلا اول ليفل اذا جينيتك اكسس، جونيدال اكسس. هلا الفينوتايبك اكسس لما انا بكون عندي بكتمل انه هذا من ناحيه الجينيتك هذا ميل، من ناحيه الجونيد تكون عندي تستس والاذر خلينا نحكي جونيدز خاصيه في الميل، بنتقل للليفل الثالث الفينوتايبك ليفل. شو يعني فينوتايبك ليفل؟ يعني خصائص الخارجيه للميل والفيميل. فاذا لما بكتمل الجينيتك والجونيد بكون انا عندي بيعطيني الكاركترستيك الخاصه بالميل اللي هي من ناحيه الاكسترنال ابييرنس بسموها فينوتايبك اكسس، اللي هي ديفايند باي ذا فيزيكال كاركترستيك اللي هو بالميل والفيميل، سواء كمان الانترنال جينيتلا والاكسترنال جينيتلا، والخصائص كمان الثانيه اللي بتميز انه هذا ميل وهذا ايش؟ فيميل. واضح؟ اذا ذيس 3 ليفلز. طيب الناس اللي عندهم مشاكل ممكن يكون مشكله بالجينيتك ليفل، ممكن يكون مشكله بالجونيدال ليفل، ممكن يكون مشكله بالفينوتايبك ليفل، فحسب وين المشكله يو كان كوركت. تسمعوا المشاكل اللي هي اللي هي الجندر related disorders والجندر ايدنتيتي، هاي بتعتمد على ايش؟ وين المشكله باي ليفل؟ وين المشكله باي ليفل؟ واذا كانت الهرمونات كمان ليفل تبعها كويس مش كويس لها جود ريسبتورز، هذا بيعتمد انه انا يكون عندي الشخص ما في عنده مشاكل او عنده جينيتك ايدنتيتي disorders. اوكي؟ طيب هلا عندي انا الفيميل فينوتايب قلنا شو بتميز؟ انه عندي من ناحيه قلنا الجينيتك هو اكس واي، من ناحيه الجونيز عنده تستس اللي هي ذات ويل سكريت انتي مولاريان اند تستوستيرون. التستوستيرون وظيفته ات ويل كومبليت اند ستيمولييت ذا ديفرنشيشن اوف وولفيان داكت ذات ويل ديفلوب ذا انترنال جينيتال تراكت بالميل. والانتي مولاريان قلنا ات ويل سبريس اند ديمنش ذا مولاريان داكت. باي ذات اي ويل ما في عندي اي شانس يصير عندي اي فيميل جونيدز. تمام؟ طيب الفيميل فينوتايب الاوفريز قلنا it will secrete estrogen او estradiol it doesn't produce anti malaria ولا testosterone، فبالتالي انا ما في عندي wolfian tube رح يصير لها suppression، ما في عندي development لإلها او differentiation لإلها، لكن مين اللي رح يصير differentiation؟ اللي هو المولاريان duct، ورح تكون لي عندي ايش؟ الفيميل internal واكسترنال genitals. اوكي؟ طيب puberty محاضره كثير سهله باي ذا واي، هاي المحاضره puberty اللي هي مرحله البلوغ اللي هي تتميز بالفيميل انه بصير عندها ميناركي. شو يعني ميناركي؟ شو يعني ميناركي؟ ذا فيرست منسترال سايكل، وبالميل سبيرماركي او سيمن اركي. شو يعني سبيرماركي؟ اللي هي ذا فيرست ايجاكوليشن بالميل. هاي تعريف البيوبرتي.
وباثناء البيوبرتي قلنا بصير عندي انا بتتكون عندي بسموها ذا سكندري كاركترستيك، سواء بالميل او بالفيميل، اللي هي تسبق اللي هي ذا فيرست ميناركي او ذا فيرست سبيرماركي. واضح؟ اذا هاي تعريف البيوبرتي. طبعا البيوبرتي بتدخل فيها او بتحكم فيها في الانثى تبعيتها الكوكتيل اوف هرمونز اللي بتطلع، اللي هو اهم هرمون شو هو؟ جونادو تروبين ريليزنج هرمون، اللي بيطلع من وين؟ اللي بيطلع من الهايبوثالاموس ذات ويل ستيمولييت اف اس اتش وال اتش. هل هذا يعني انه ما في عندي اف اس اتش وال اتش بيفور ذات؟ لا، في عندي، بس الليفل تبعهم ماله؟ بيكون فيري لو، بيكون فيري لو. وبفور بيوبرتي دائما عندي الاف اس اتش الليفل تبعه اعلى من ال اتش. ات بيوبرتي بصير عندي ال اتش اعلى من الاف اس اتش، لانه تول سبورت اذر بروسيسز، زي منها ايش عندي انا؟ الاوفيوليشن، اللي هي رح تكون بارت من عندي انا المنسترول سايكل. اوكي، طيب اذا انا عندي in both males and females the gonadal function is driven by the hypothalamic pituitary axis، وهذا endocrine axis بتحكم فيه عندي انا البيوبرتي. طيب هلا عندي انا الـ secretion of gonadotropin releasing hormone to start or begins at gestational week number 4، لكن بضله low until ايش؟ puberty. هلا ليش انا عندي كمان secretion of FSH والـ LH؟ it will start at gestational week 10 and 12 لكن it will continue to be low، عبين لانه اصلا gonadotropin releasing hormone ماله low until ايش كمان؟ puberty. ببلش عندي انا في changes. اذا بتطلعوا على هذا السكيم او على هذا الشارت، انا عندي من البيوبرتي ببلش عندي اللي هو يصير عندي ريليز اكثر للجونادوتروبين ريليزنج هرمون، وبالتالي ليفل اعلى من اف اس اتش والال اتش. لما يكون عندي بالاكشوال ريبرودكتيف بيريود بهذا الادلت بيكون عندي دائما انا الال اتش اعلى من الاف اس اتش، وليتر اون برجع عندي الاف اس اتش اعلى من الال اتش. لكن انا عندي اذا ببلش عندي دائما الجونادوتروبين ريليزنج هرمون يزيد الليفل تبعه ستارتنج فروم بيوبرتي، and it will continue during the reproductive cycle. طيب هلا عندي انا البيوبرتي للانثى تبعتها بتحكم متى يصير عندي pulsatile secretion of gonadotropin releasing hormone. بدون ما يكون عندي pulsatile secretion اللي ultimately رح يتحكم بالليفل تبع ال FSH وال LH، ما بصير عندي انا puberty، ما بصير عندي انا puberty. طيب اذا انا عندي البلساتيل سكريشن هي اول ساين انه انا دخل الادلت في البيبرتي فيز اوف جونادوتروبين ريليزنج هرمون. طيب وات ار ذا ايرلي ايفنتس اوف بيبرتي؟ اول شيء انه عندي الابييرنس اوف بلسز من ال اتش سبيشالي دورينج ذا رابيد اي موفمنت، هاي وحده من الساينز انه انا دخل الادلت بي او دخل هذا الشخص بالبيبرتي. كمان عندي انا انكريز ذا sensitivity of gonadotropin releasing hormone receptor بالانتير بيتري جلاند. شو بصير في الليفل تبع الجونادوتروبين ريليزنج هرمون ريسبتورز بالانتير بيتري؟ بزيد الليفل تبعهم، بصير فيهم ابريجليشن، السنسيتيفيتي تبعيتهم بتزيد، فبصير انا عندي ريسبونس للانتير بيتري جلاند ماله اعلى تو سينثسايز ال اتش و اف اس اتش. واضح؟ اذا اول ستيب بلساتايل سكريشن. علي صوتك. من وين بيطلع؟ اكيد ناس اندوكراين. اوكي طيب حكيتها بالاول. طيب هلا كمان عندي انا فولوينج ذا بلساتايل سكريشن اوف جونادوتروبين ريليزنج هرمون رح يكون كمان عندي بلساتايل سكريشن اوف اف اس اتش اند ال اتش ذات ويل ستيمولييت ذا ليفل اند ذا سكريشن اوف سكس هرمونز مينلي مين هم؟ تستوستيرون اند ذا استراديول. ذس ويل سبورت ذا ريبرودكتيف فانكشنز، سواء اللي هي العلاقه بالسبيرمز سينثيسيس او لها علاقه بالاوفيوليشن اند منسترال سايكل. طيب هلا عندي كمان زياده الليفل اوف ذيس ستيرويد 6 هرمونز ويل ديتيرمين ذا سكندري 6 كاركترستيك ات بيوبرتي ان ميلز اند فيميلز. طيب هلا عندي ذا اونست اوف بيوبرتي اللي بتحكم فيها بشكل كثير كبير عوامل مختلفه، لكن من اهمها ولها جينيتك طبعا بريدسبوزيشن، يعني في عندي انا عوامل جينيه بتتحكم انه انا متى تبلش الانست اوف بيوبرتي. هلا عندي انا ذا اكزاكت ميكانيزم ذات ويل انيشيت ذا بلساتايل سكريشن
of gonadotropin releasing hormone is not well known. يعني متى ببلش او ليش ببلش بهاي المرحله انه صار عندي بلساتاري سيكريشن للجونادوتروبين ريليزنج هرمون؟ مش معروف السبب او شو الميكانيزم that will drive this, لكن they bought some hypotheses to explain that. واحده منها انه انا صار عندي ماتوريشن للهايبوثالاميك نيورونز المسؤول عن تصنيع ايش الجونادوتروبين ريليزنج هرمون. هي اول هايبوثيسس. فبالتالي كل مكان الماتوريشن مثلا في بيختلف بين الاشخاص بيحدد الاونست اوف وات اوف بيوبرتي. الشغل الثاني كمان اللي هو عندي انا the activity of the central nervous system and the nutritional status. مستوى التغذية عند الشخص أكيد ممكن في بعض الأكل أو في بعض الفود components ممكن تأثر على maturation of these neurons, ممكن تأثر كمان على the onset of puberty. فممكن تبلش الناس أبكر من ناس حسب the nutritional status. ممكن فهذا بيتحكم موجود أنه قد يكون بيلعب دور في the onset of puberty. كمان the level of melatonin. بقول لك الميلاتونين ليفل, قلنا الميلاتونين هو الماستر اوف ذا اللي بيبيعه يتحكم بالسيركيدن سايكل ولا لا سيركيدن ريذم. هلا الميلاتونين كمان اذا كان الليفل تبعه كثير عالي it is considered a natural inhibitor of gonadotropin releasing hormone, فباي ذات it can delay the onset of puberty. Why? You can read write about this situation. فهذول كلهم الثلاثه هذول they are it is a hypothesis اللي بتحكم فيه انه متى تبلش انا الانست اوف بلساتايل سكريشن اوف جونادوتروبين ريليزنج هرمون وبالتالي عندي انا البيوبرتي. فكل نقطه هاي يو كان رايت ريفيو اباوت ات, شوفوا شو سينس ذا توبك از نوت ويل نون يعني. تمام. طيب هلا عندي انا اذا البلساتايل سكريشن زي ما حكينا هو اللي بيحدد قلنا الانست اوف بيوبرتي وهو انيشيت the puberty be the human. هلا اذا احنا عندنا قلنا الهرمونات او سكس او ستيرويد سكس هرمون it will determine the secondary sex characteristic. شو عندي انا في بالميل secondary sex characteristics؟ اول شيء عندي pubic hair, axillary hair, facial hair, growth, صح؟ او الهير بكل انحاء الجسم, وقلنا بالميل بيكون طبعا الجروث اعلى. طيب عندي كمان عندي benign growth, enlargement of the penis, هاي وحده من secondary sex characteristics. كمان عندي growth spurt. شو يعني growth spurt؟ بتلاحظ بفتره معينه اذا كان ميل الطول تبعه الهايت تبعه والgrowth تبعه بصير ايش فيه shooting up. هاي growth spurt كمان من sign او من secondary characteristic من signs انه انا شخص اقترب من puberty. كمان عندنا spermarchy اللي هو the first ejaculation, هي كمان تعتبر sign من البيوبرتي. متى ببلش تقريبا بالميل الرينج انه يصير عندي انا فيه بيوبرتي؟ بتوين تقريبا 14 to 16 years of old. تمام. طيب بالفيميل شو من السكندري سكس كاركترستيك بتدلني انه صار رح يصير عندها قريبا بيوبرتي؟ اول شيء عندي البادنج اند بريست ديفلوبمنت اللي ببلش عندي انا اللارجمنت البريست بهاي الفيميل. شو عندي كمان بيوبك هير جروث, في عندي هير جروث بس مش زي ايش الميل. كمان عندي قلنا المينارشي. شو يعني المينارشي؟ the first menstrual cycle. وكمان بصير في عند الفيميل كمان برضه growth spurt, لكن يعني لكن ببلش وبينتهي يعني خلينا نحكي ابكر earlier than the male. تقريبا انا عندي puberty بي الفيميل يعني the first menarche ببلش عندي تقريبا between 11 to 14 years old, هاي الرينج تبعها. تمام. لكن الساينز او الكاركترستيك تبلش دائما ابكر سواء بالميل او بالفيميل. لكن انا قلنا ذا فيرست ساين اللي هي سواء سبرماركي او ميناركي بتبلش ايش برينج معين, قلنا بالميل تقريبا من 14 ل 16 سنه وبالفيميل من 11 ل 13 سنه. تمام. طيب هلا عندي بيبرتي ان بويز, هي اعاده. اول شيء انه انا عندي الاكتيفيشن اوف ذا هايبوثالاماس بيتوتري اكسس, هاي اول ساين. اثنين ليدك سيلز بروليفريشن ان ذا تستس, وقلنا الانكريز سينثيسيس اند ذا سكريشن اوف تستوستيرون باي ذا ليدك سيلز والجروث اوف ذا تستس طبعا بيكوز طبعا بيكوز اوف ان انكريز ان ذا نمبر اوف سيميني فيورس تيوبولز, بزيد عندي انا حجم كمان انا عندي التستس. وكمان عندي ذا جروث اوف ذا سكس سكندري اورجان زي عندي انا البروستيت, هاي اذا البيبرتي ان بويز.
كمان عندي من الاذر كاركترستيك السكندري كاركترستيك انه فيشل بيوبيك اند اكزيلري هير خلينا نحكي جروث، وعندي ذا جروث ذا انلارجمنت اند ذا جروث اوف ذا بينس. كمان بصير عندي انا ديبنينج بالفويس، لانه بصير عندي زياده بحجم ايش اللارينكس اند ذا فوكال كوردز، وبصير عندي انا انيشيشن اوف سبرماتو جينيسز. شو المارك تبعها؟ اللي هي ذا فيرست سبرمار كي، اللي هي هاي اول ساين انه هذا البوي صار عنده بيبرتي وصار قادر انه بلش عندي ايش سبرماتو جينيسز. طيب بيبرتي ان جيرلز مين نحكيهم؟ نفس الشيء الاكتيفيشن اوف بيتوتري هايبوثالامس بيتوتري اكسس، عندي ذا ديفلوبمنت اوف اوفريز، عندي انا يصير عندي اللي هو ذا بادنج اوف ذا بريست اند ذا انلارجمنت اوف ذا بريست، و 2 ييرز ليتر بصير عندي ايش المينار كي اللي هي ذا فيرست منسترول سايكل جروث سبيرت، وانه ببلش وبنتهي ابكر من مين؟ من عندي انا الميل، بلش عندي ابكر من وبنتهي ابكر من الميل. طيب كمان في عندي انا كيوبيك هير جروث ولكنه اقل طبعا من الميل، ليش؟ انه في عندي ليفل بسيط من ايش؟ التستوستيرون بالفيميل. في عندي ليفل بسيط، ليش بدي اندروجينز بالفيميل؟ Why I need androgens بالفيميل؟ فيميل مان فيميل Why I need androgen؟ لأنه الأندروجين مهم جدا for the functional and the proper function of estrogen، فلازم يكون عندي ليفل بسيط من التستوستيرون أو الأندروجين، بحيث إنه هذا كمان أستخدمه كباك أب للأستروجين سينثيسيس و for the function of estrogen. تمام؟ طيب في عندي هاي الكيس، مين بدي قوم يشرحها اقراها؟ مين؟ سوار محمد مين؟ تقومي؟ تقرايها، بدي تقرايها وتحكي وتفسريها للزملاء، يلا قومي، مين بدي قوم؟ مين متطوع؟ مين فولنتير؟ يلا يا محمد. لا؟ شو؟ سوار؟ لا قومي قومي اقرايها، لا والديسكشن، ذيس از ديسكشن، يا كم تبعوا معاها. ليش ما قمتش؟ ليش ما قمتش تقراها؟ ايزي تطبيق على المحاضره. يلا. A girl who is apparently normal begins to develop breasts at age 11 and at age 13 she is considered to have larger than average breasts among her peers. However, by age 16 she has not begun to menstruate and has scant pubic and axillary hair. Upon pelvic examination, a gynecologist notes the presence of testes and a short vagina, but no cervix, ovaries, or uterus. Chromosomal evaluation reveals that the girl has an XY gene. Yes. شو عند جيناتك تبع هاي الكيس؟ XY. Okay, continue. Suspecting a form of androgen insensitivity syndrome, a testicular feminization orders androgen binding status in genital skin fibroblasts. The studies show no binding of testosterone or dihydrotestosterone, suggesting that androgen receptors in the tissue are absent or defective. She has mildly elevated levels of plasma testosterone and elevated levels of luteinizing hormone. The young woman's testes are removed and she is treated with intermittent estrogen replacement therapy. She is advised, however, that she will never have menstrual cycles or be able to bear children. Stay here. شو رأيك بالكيس؟ Female إجت شو عندها يا سوار؟ عندها development of breasts. ها؟ At age 13, at age 11. اها. بس ما عندها إيش؟ بس ما عندها. عندها testes ولا ما عندها؟ عندها. عندها. عندها ovaries؟ No. عندها cervix؟ No. عندها ايش؟ في عندها شورت فاجينا. عندها شورت فاجينا. شو كمان خصائصها؟ في ما صار في عندها شيء has not begun to menstruate. ما فيش منسترول سايكل، صارت عمرها قديش؟ صار عمرها 14 ما بلشش عندها ايش؟ 16 ما صارش عندها منسترول سايكل. في عندها يعني في عندها خلينا نحكي كم في عندي بعض السكندري 6 كاركترستيك ديفلوب، بس ما في عندها ايش؟ الاكشوال جونيدز مش موجوده. لما حللوها جينيتيكلي هي مش فيميل، يعني هي ميل من ناحيه الاكسس الاول، هي ميل من ناحيه الاكسس الاول ميل، وعندها تستس. عندها تستس يعني في تصنيع لايش؟ لتستوستيرون وانتي مولريان
هرمون. هلا اللي صار عندها ليش ما تكونش عندها لا اوفرز ولا تستس ولا هاي؟ لانه في عندي انتي موليريان هرمون. شو عمل انتي موليري هرمون؟ وقف الموليريان داكت. ما في عندي لا اوفرس ولا 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 سيرفكس ولا يوترس، صح؟ عندها تستس، طلعت كمان اذر هرمون، شو هو؟ تستوستيرون. التستوستيرون ما له ايش؟ ما له ريسبتورز. ريسبتورز فيهم ديفكت، فيهم ميوتيشن، فبالتالي شي ويل نوت ريسبوند لا التستوستيرون، وبالتالي انا في بعض الكاركترستيك ما راح تتم، في بعض الجونات ما راح يصير فيهم فاردر ديفلوبمنت، فبسموها اندروجين انسنسيتيفيتي سيندروم. فبالتالي هاي كيف بدهم يعالجوها؟ هاي من ناحيه ليش عندها طب بريست ديفلوبمنت؟ واي؟ لانه عندها تستوستيرون ما ريسبتورز، ام شيفتنج ات توورد وير على الاستروجين. فالاستروجين شو بيساعد؟ في البريست ديفلوبمنت. هاي الحاله لانه انا ما في عندي ريسبونس لا التستوستيرون، it is recommended to remove the testis. Why? Because it can be converted to cancer neoplastic. تصير هاي الخلايا. فمنشيلهم بشلوهم ومشان على الأقل يعطوها appearance of phenotype طالما هي already determined as a female، يحافظونها على البريست. شو راح يعطوها؟ راح they will continue to support الاستروجين، لكنها هاي لا راح تكون لا male، ما إلها male reproductive functions ولا female reproductive functions. ما اقول ما فيش عندها، ما في عندها، لانه في عندها انتي مولاري هرمون سبرس ايش؟ الموليرين داكت، لانها هي جينيتيكلي ايش؟ ميل. المشكله كانت عندها وين؟ في التستوستيرون. ما في سندروم، ما في ريسبتورز له، ما بيستق ما فيش مستقبلات لا ريسبتورز. عندها 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 تستوستيرون، ما عندها ريسبتور. ان شاء الله انا شو حكينا بالاندوكراين، قد ما تعطي هرمون اذا ما في ريسبتور هو نو ريسبونس. فبالتالي الانترنال ميل جونيدز ما تكونوا بسبب انه اللاك اوف تستوستيرون، وللاسف عندها الانتيمولرين عالي صبرس حتى انه يصير عندها ايش؟ فيميل جونيدز. فهي ما راح يكون عندها لا هي ميل ريبرودكتيف فانكشنز ولا فيميل ريبرودكتيف فانكشنز، فقط بده يحافظوا على الابيرنس تبعها انه تضلها على الاقل لها شكل فيميل by supporting the breast. This is the case. تاني لكم. Read it by yourself. Okay? ممكن اجيب. But this is nice or مش nice? Huh? Nice or مش nice هاي الكيس؟ This is the determines قديش مهم انه كل الاكسس تكون complement each other وانه يكون عندي ايش receptors، يعني receptors مهمين؟ مهمين ولا مش مهمين؟ يعني الجينيتك مهم؟ يعني الميوتيشن مهم ولا مش مهم؟ So you should be strong with genetics if you want to be a good physician. ممكن يكون عندها ميوتيشن، ممكن يكون عندها لما حتى مش ميوتيشن. انا بقول لك هلا الريسبتورز هم بروتين ولا مش بروتين؟ بروتين ولا لا؟ بروتين يا محمد ولا لا؟ ولا شو هم الريسبتورز؟ ولا ستيرويد؟ شو الريسبتور الصبيه؟ بروتين ولا مش بروتين؟ بروتين. البروتين غير موضوع الميوتيشن، كمان they are subjected to what we call it post translational modification by different signaling pathway. ممكن يصير لهم phosphorylation dephosphorylation، هذا بيتحكم بالاكتيفيتي والاكسبريشن تبعهم. فممكن يكون عندها مشكله هي بهدول ببعض السيجنالينج باث واي ذات كيب داون ريجوليتنج ذيس ريسبتورز. واضح؟ فاذا موضوع الجندر هذا اللي بيقلبوا كمان الجندر تبعهم بيعتمد على ايش؟ على اي ليفل هو في عنده خلل، وقد يكون وما فيش عنده ولا خلل باي ليفل، هو عباره عن سايكولوجيكال توهمات ديلوجينال. اوكي تمام. حلو المحاضره؟ سهله ولا صعبه؟ وي ار دن. يعطيكم العافيه. فهمتوا هالمهم؟